لو سألتك ماذا تعرف عن أفريقيا؟ أو ماذا تمثل لك كولومبيا؟ أو أين يوجد أكبر عدد من الأهرامات في بلد واحد في العالم؟ الإجابات راح تكون متعددة وخاضعة للتنميط، وهذا موضوعنا اليوم، وراح نسمع الإجابات في آخر الفيديو. ما علينا، جهز فنجان قهوة أو شاي حسب المزاج وتعال نتكلم عن التنميط. وقبلها اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات لو كانت زيارتك الأولى، وشارك المحتوى إذا أعجبك مع من تحب إذا كنت من المتابعين أو حتى من الذين أتشرف بمتابعتهم قهوة وفنجان للمرة الأولى. التنميط في علم النفس يعني بأنه الحكم الصادر عن وجود فكرة مسبقة عن فئة معينة، حيث يقوم الفرد بإلباس صفة العمومية على كل الأفراد الذين ينتمون لمجموعة ما بناء على فكرة أو ذاكرة أو تجربة سابقة معينة. يمكن أن يكون التنميط مرتبطا بفكرتنا عن مكان ما أو شخص ما أو حتى زمان معين. فمثلا لو طلبت منك عزيزي المتابع أن تصف لي العصر الجاهلي، لن يتعدى وصفك السائد من تنميط متبع في المجتمع، وربما ستصاب بالصدمة إذا أظهرت لك حقائق علمية مثبتة تختلف عن فكرتك عن ذلك الزمان. بس إيش هي أنواع التنميط؟ سؤال جميل، وإجابته ستجدها في الرابط أدناه في صندوق الوصف. وعلينا جميعا أن نتخذ القراءة وسيلة لنشر المعرفة. وعموما هنالك تنميط اجتماعي وآخر اقتصادي وسياسي وتنميط جنائي، وأيضا تنميط ضد جنس بعينه أو عرقية أو حتى مذهب أو مهنة ما. التنميط ربما يكون أحد أهم أسباب التنمر. تنمر؟ نعم التنمر، لا تستغرب يا صديقي، فلو لم يكن هنالك تنميط لما مورس التنمر، لأنه أي التنمر يعتمد على توقع أن المتنمر ضده يعاني من خلل ما يمنعه من الدفاع عن نفسه حتى ولو كان صحيح البنية وبكامل قواه العقلية. نحن لا نمارس التنمر إلا ضد من هم أقل منا حسب التنميط الاجتماعي، فمن المستحيل أن نمارس التنمر على من هم أقوى منا فيما يخص العرقية أو اللون أو الجنس أو الجنسية، وذلك بناء على فكرة مسبقة تجرم هذا الفعل ضد هؤلاء وتجيزه ضد البقية، نوع من الشيزوفرينيا الاجتماعية. الإعلام هو أهم الأسلحة التي عززت الأشكال المتعددة للتنميط، بحيث يتشكل في العقل الباطن أن المعلومات المقدمة لا ينبغي التثبت منها أو التحقق من مصادرها طالما أنها أتت من مصادر نمطية معروفة أو نمتلك صورة ذهنية مسبقة إيجابية عنها، لا يهم إن كانت تلك الصورة الإيجابية المرسومة كانت منا أو من خلال أفكار الآخرين. الحين نرجع للإجابات، واللي راح تكون غالبا مبنية على فكرة مسبقة أو معلومات مغلوطة. فمثلا أفريقيا هي سلة غذاء العالم، ولكن ما يراه العالم هو الجوع والفقر والاضطرابات السياسية. كولومبيا مثلا توجد فيها أطول شبكات الألياف الضوئية في أمريكا اللاتينية، لكن أغلبنا يرى كولومبيا عبارة عن كومة من المخدرات. كذلك عن عدد الأهرامات في دولة واحدة سيتبادر لذهنك مصر، مع أن جارتها السودان هي صاحبة المركز الأول، وحتى أن أكبر هرم يوجد في المكسيك. فهل وصلت الفكرة؟ أتمنى ذلك بالفعل. وإنت تشرب قهوتك في فنجانك، تذكر أن التنميط عادة سيئة قد تتسبب في كوارث لا تحمد عقباها. طابت أوقاتكم.